السلام عليكم خوتي ابراهيم باسمي انكور اون فوا من مونتريال. تسليمه حاره لكل اصدقاء احبابي صحابي لا فامي خوتي كلكم تسليمه حاره من مونتريال. اليوم خوتي حاب ندير هذه لا فيديو دي باش نفكر المسؤولين نقول لهم علاش المسؤولين علاش طولتوا عليا ما جاوبتونيش او ما جاوبوني على الميزابيل. انا درت شحال من فيديو وانا ندير فيها وراني كل يوم نشكي كل يوم نشكي وما تحبوا تجاوبوني علاش مانيش وليدكم انا مانيش من الجزائر مانيش كما قال اخر راني نشرف بلادي في بلادنا في امريكا وكما قال اخر راني نعاون في بلادي والمدن بليس بلادي وتسحقوني اني واجد علاش هكذا تديروا لي تعراقيل كما هذه. هذا حبيت ندير هذيك الاتصال في بومرداس ولا في الجزائر كامله وانت تقول لي معليش خلوني نروح نشوف ندير اتصال سبور ونجي نكون اجيال ونكمل ابطال نكون ابطال الجزائر وابطال العالم ان شاء الله يربي لك تبربي ان شاء الله. علاش هكذا علاش زيرو هكذا علاش خليتوني كل يوم حاشا 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 غدر من بحكي مثل كلب نطلب فيكم علاش هكذا عيب عليكم والله راه عيب ولد نحشم علاش هكذا يا خوتي علاش يا مسيو لو مينيست يا مسيو الوالي يا مسيو البريزون دو لا ريبوبليك. انا جزائري مواطن عندي حقوق كيما الناس عندي لاغريمون عندي كل شيء اعطوا لي حقي اعطونا حقنا محقور حقرونا الارهاب حقرونا عندنا حقنا عندنا حقنا في الجزائر يا عباد الله كل يوم حلف والله العظيم اقسم بالله العظيم ثلث ماني سامحها ماني سكت حتى نموت وماذا بيا ان شاء الله نجي عند رئيس المحكمه ونحكي له قصتي. حقرتوا عائلة باسمي حقرتوا وليداتي حقرتوا لي انا علاش باش انا لكم انتم اللي صال تاع ابو مرداس وتاع ابو دوب وتاع ابو دول البحري ها شكون اللي يكونهم تخبوا فيها هكذا تخبوا فيها باش اللجان ما يعرفونيش ها علاش يا خوتي ما نستاهلوش حنايا. ربي يحفظكم وربي يجيب الخير ان شاء الله. السلام عليكم.